السؤال ده زيتكم طبعا أول صورة اللي هي الحل، وثاني صورة اللي هو السؤال نفسه. السؤال ايش ده يقول؟ ده يقول a freezing point lowering of a solution containing 1 gram of a new drug وهم ما تحتوي 100 جرام من الوتر. زين، فاللورنج فريزنج بوينت بسبب إضافة هاي الكمية من هذا الدراج هي 0.573 سيليزي، بدرجة حرارة شنو؟ 25 سيليزي. هذا الحكي من ضفناه يعني المادة. المهم، فبالفرع الأول شي يريد المولكيولر ويت اوف ذا كومباوند، الكتلة المولية للمادة مالتنا والدراج، ويريد همات البويلينج بوينت مالت المحلول، ويريد همات الاوزموتيك بريشر اوف ذا سولوشن. زين، هسه خلينا نرجع الحالة. شلون راح نطلع احنا الكتلة المولية؟ طبعا بما انه مطينا كتلة مال منو مال الدراج، ومطينا كتلة ايضا الووتر. زين، ومطينا همات الفريزنج بوينت والكي اف، الدكتورة تطينا طبعا قيم الكي اف والكي بي. هاي على ما اتذكر الدكتورة تطينا ذي القيم، مو احنا نحفظهن، بس المهم هي قيمة الكي اف ما يعني مالت الووتر اذا تريدون تحفظوها هي دائما 1.68. زين، هاي قيمة الكي اف. فراح نطبق هذا القانون مالتنا الحلو حتى نطلع الكتلة المولية، اللي هو يقول دلتا تي اف تساوينا كي اف في الف في ال دبليو 2. طبعا دبليو 2 هاي شنو؟ هاي هي طبعا الكتلة مالت الدراج. زين، هذا البيان قوس كله مقسوم على المولكيولر ويت تو مولكيولر ويت، يعني الكتلة المولية مالت المذاب مضروبا في دبليو 1. دبليو 1 اللي هو كتلة المذيب او الووتر يعني هنا. زين، فراح نجي نعوض الارقام. راح نلاحظ بس المولكيولر ويت عندنا مجهول، فنحول المولكيولر ويت للطرف الثاني ونكمل خطوات رياضية. راح تطلع عندنا الكتلة المولية 32.46 جرام لكل مول. زين، بالنسبة للفرع الثاني شو يريد؟ يريد الدلتا تي بي البويلينج بوينت ديبريشن. زين، فهنا شلون راح نطلعها؟ نقدر نطبق طبعا نفس القانون مال الدلتا تي اف الاول، اللي هو بس راح يصير بدل كي اف عندنا كي بي. بس شو المشكلة؟ راح يصير تطبيق طويل يعني، فليش احنا نطولهم؟ عندنا قانون ثاني. قانون ثاني شو يقول؟ يقول كي بي في المولاليتي. زين، فهم بس نطلع المولاتي قبل راح تطلع لنا الدلتا تي بي بدون ما نروح ذاك القانون الطويل حتى نختصر الحل. تمام، فتقدرون انتم يعني تحلون على ذاك القانون عادي جدا، اللي هو نفس القانون طبقناه بالخطوة الأولى، بس بدل كي اف راح نخلي كي بي، والمولكيولر ويت احنا اصلا طلعناه. زين، فالمولاريتي شلون راح نطلعها؟ طبعا مثل ما تشوفون انا كاتب لكم قانون المولاريتي. هذا القانون طبعا هو قانون ثاني للمولاريتي نقدر نستعمله عادي يعني. شو يقول هالقانون؟ يقول ويت ان 1 كيلوغرام على المولكيولر ويت. زين، كتلة المذاب اللي موجودة بواحد كيلوغرام على المولكيولر ويت هي راح تساوي لي المولاريتي. زين، هذا قانون ثاني. القانون الاول تقدرون يعني تستعمل القانون الاول، اللي هو طبعا اول شيء تروح تطلع عدد المولات، بس الكتلة اللي راح تحسبها من تطلع عدد المولات راح تكون طبعا نفس المطقيها بالسؤال. تمام، اللي هي اذا كانت هاي طبعا مو بواحد كيلوغرام، اذا كانت الكتلة المطقيها اصلا بالسؤال 1 كيلوغرام، فراح تطبق هالقانون نفسه. زين، راح يطلع لك مباشرة المولاريتي. زين، الكتلة الموجودة بواحد كيلوغرام من تطلع عدد المولات منها هي نفسها راح تكون المولاريتي، بس من تستخدم كتلة ثانية، كتلة ثانية ما موجودة بواحد كيلوغرام، خلينا نقول كانت موجودة مثلا ب 800 غرام 900 غرام، المهم يعني مو ألف. تمام، مو 1000 غرام ولا 1 كيلوغرام. زين، فراح نطلع عدد المولات، بعدين عدد المولات راح نقسمها على 1000. تمام، بس هنا عدد المولات راح يكون هو نفسه المولاليتي. زين، يعني ومن هذا الحكي انا قدرت استنتج هالقانون مالت المولاليتي، سوينا الكتلة الموجودة بواحد كيلوغرام مقسومة على المولكيولر ويت. زين، شلون راح نطلع الكتلة الموجودة بواحد كيلوغرام؟ بسيطة، هو انت عندك 1 غرام موجود بمية. زين،
فبالالف مو ايش قد، يا اما تريد تسوي وسط في طرفين، او تقدر يعني تضربها في 10 قبل، تضربها في 10 بس. يعني اذا تريدون يفضل طبعا سوي وسطين في طرفين احسن، حتى يكون الحل يعني اكثر منطقي. ممكن الدكتور تشك بحلك، يعني تقولها مين جاب هاي العشرة، زين. فاحسن شيء تسوون مثل ما تعلمنا بالمرحلة الاولى، تسوون وسطين في الطرفين وتطلعون الكتلة الموجودة بواحد كيلوغرام، تمام. راح يصير 10، نقسمها على الكتلة الموالية اللي هي 32.46، تطلع عندنا 0.3081. نروح نطبق قانون دلتا تي بي اللي هو كي بي ام، ونقدر نطبق ذاك القانون الثاني بس اختصارا للحل حنطبق هذا، وتطلع عندنا الدلتا تي بي 0.157. زين، هو يريد البويلينج بوينت، ما يريد الدبريشن، ما يريد الاليفيشن. زين، ما يريد الاليفيشن بالبويلينج بوينت، لا، انما يريد البويلينج بوينت ايش قد راح يصير بالضبط مات الواتر. زين، يا مات الواتر طبيعيا 100، زين، وبما انه راح يصير عندنا اليفيشن يعني راح تزداد، فراح يخلي علامة زائد. زين، زائد منه، زائدا الكمية اللي راح تزيدها منه الدراج هذا، ايش قد راح يزيد الغليان عندنا الدراج؟ هو 0.157، ف100 زائد 0.157 راح يطلع 100.157 سيليزي، هاي درجة الغليان حصير بالسيليزي، تمام؟ زين، المطلب الثالث يريد الاوزموتيك بريشر. طبعا الاوزموتيك بريشر يعني عندنا قانونيا، يا اما ار تي ام يا اما ار تي سي او سي ار تي، ما عندنا غير ذين القانون نطبقهم. اكو قانون ثالث بس ما ادري اذا راح تجيب عليه مسألة، اللي هو الاوزموتيك بريشر يساوي اتش بي جي. المهم ما ندوخكم، القانون مالت الاوزموتيك راح نطبقه هنا هو ار تي ام، لان عندنا مولاريتي. زين، ذاك السي هو تركيز مولاري، بس احنا عندنا هنا شنو؟ تركيز مولاليتي، تمام. فالار ايش قد قيمته هنا؟ دائما نحفظوها، قيمة الار عندنا بالقوانين الاوزموتيك بريشر هي 0.0821، هاي دائما، زين، دائما بالاوزموتيك بريشر هاي قيمة الار، زين. واظن باقي المسائل اللي تستخدم قيمة الار على الاغلب راح تكون القيمة 8.314، بس هنا بالاوزموتيك بريشر الار حتكون 0.0821. ودرجة الحرارة ايش قد؟ طبعا لازم بالكلفن، 273.15 زائد الدرجة بالسيليزي، تمام. هم مرات يقربوها يسووها 273، زين، بس اذا تريدون تطلعوا النتيجة بالضبط تكتبون 273.15 زائد 25 حيطلع 298.15، مضروبا في شنو؟ بالمولاليتي اللي طلعناها قبل شوي، راح يطلع عندنا 7.54 اي تي ام، زين. وهذا هو بالنسبه لحل هذا السؤال. بالنسبه للسؤال هذا 5/16، اللي هو عن الالكترولايت، مطينا طبعا بالسؤال المعطيات المطينه، مطيني الضغط الجزئي او الضغط، نقدر نقول الضغط الكلي مالت الماي بحاله البيور، ومطيني ايضا الضغط مالته بعد إضافة المادة بي إي جي أم 400، زين. فمطين هذين الضغطين، ومطين همات موليكيولر ويت، ومطين الكتل. المهم طالب مني شنو؟ طالب مني أطلع الموليكيولر ويت مادة البي إي جي عن طريق ثلاث يعني ثلاث شغلات، عن طريق أول شيء عن طريق اللورنج بالبرشر، واثنين عن طريق الاليفيشن بالبويلينج بوينت، وثلاثة عن طريق الاوزموتيك بريشر، زين. فمثل القوانين اللي اطلع المولكيولر ويت مات البي اي جي، زين. هسه على اول شيء شوفوا الحل، نريد نطلع المولكيولر ويت مات البي اي جي عن طريق اللورنج بالبريشر، زين. عندنا قانون شو يقول؟ باللورنج مات البريشر دلتا بي على بي بيور يساوي هنا 0.018 في المولاريتي، زين. دلتا بي نقدر نطلعها مباشرة، نطرح البيور من بعد الإضافة، زين، حيصير عندنا 123.8 ناقص 122.6 راح يطلع الناتج كد 1.6، زين. فهسه راح نجي نطلع المولاريتي من القانون هذا مالتنا، كل شيء عندنا موجود، مباشرة نطلع المولاريتي راح تطلع شقد؟ 0.539 مولال، زين. هسه راح نجي من قانون المولاليتي
نطلع الشي اسمه المولكيولر ويت. شلون راح نطلع من القانون مالته اللي هو يا قانون، هذا القانون اللي يقول الويت مالت الدراجة او المادة مالتي الموجود بواحد كيلوغرام من السولفنت، زين، على المولكيولر ويت. زين، الويت الموجود بالواحد كيلوغرام من السولفنت ايش قد؟ هو بالسؤال مطينا 105 جرام موجودة ب 500 من الووتر. زين، اذا ضعف هذا الكمية مالت الووتر يعني 1000 جرام، اكيد راح يصير عندنا ايش قد؟ ضعف الكمية كانت عندنا موجودة بالبداية، يعني هي كانت 105، ضعفها 105 في 2 اي 210. والمولكيولر ويت هو انا اريده، زين، فواسطه في الطرفين راح يطلع المولكيولر ويت. زين، ممكن واحد يقول هو يريد نطلع المولكيولر ويت عن طريق اللورنج بالبريشر، صحيح. اني يعني طلعت المولاليتي من القانون هذا، تمام، بعدين جيت عوضت بقانون مولات طلعت المولكيولر ويت. يعني انا بشكل اساسي اعتمدت عليهم على اللورنج بالبريشر، يعني باستخراج المولكيولر ويت، فصحيح الحل هذا. زين، تقدرون هما مباشرة يعني تعوضون بدل المولالة القانون مالتها وتطلعون شو اسمه المولكيولر ويت. زين، هسه نجي على الثاني، المطلب الثاني اريد نطلع الاليفيشن بالبويلينج بوينت، عفوا اريد عن طريق الاليفيشن بالبويلينج بوينت نطلع المولكيولر ويت. فنفس الشيء عندنا قانون شي يقول مال دلتا بي يساوي لك كي بي ام. زين، كي بي جيد دائما هاي الثابتة مالت الووتر 0.51. الدكتورة هي تعطيها ان شاء الله، يعني واذا تريدون تحفظوها يعني بعد احسن، هي سهلة يعني تنحفظ بسهولة ذي القيم مالت الكي اف والكي بي مالت الووتر. فالمهم هي 0.51، ودلتا تي بي هو مطينيها بالسؤال اللي هو 0.271، تمام. وعندنا المولاليتي، تمام، فراح نطلع المولاليتي من قانون الدلتا تي بي، وبعدين راح نعوض نفس القانون اللي كتبناه يعني اول مره مالت المولاليتي، بس هالمره انا طبقت مباشره يعني بدون ما اكتبه كله، كتبت قبل 210 على المولكيولر ويت. انتو لازم طبعا تكتبون القانون كامل يعني. زين، فبعدين من المولاليتي راح نقدر نطلع المولكيولر ويت، راح يطلع عندنا 395.2 جرام لكل مول. زين، لاحظوا هناك طلع لي تقريبا 390، هنا أنا تقريبا طلع لي 395. زين، فهذا هو بالنسبة للموليكولر ويت عن طريق الاليفيشن بالبوينت بوينت. زين، نجي على الثالثة. طبعا الخط الثالثة الاوزموتيك بريشر، هالمرة أنا أخذت الحل من المصدر. طبعا هنا أنا راح نستخدم هذا القانون نفس المكتوب، الموليكولر ويت يساوي لنا ار تي دبليو 2، دبليو 2 طبعا هو الوزن مالت السوليوت على 1000 في الاوزموتيك بريشر. طبعا اكو شغله انا ما عرفتها هنا اللي هو الالف، الالف هنا انا اشوف ما لها داعي، يعني ليش ما لها داعي؟ لان اصلا احنا من طلعنا الكتله مالت المذاب طلعناها هي اوريدي موجوده بالف، يعني بالف جرام من السولفنت، بس ما ادري هنا أنا بالاوزموتيك بريشر لغرض معين ما ادري شنو هو راح نستخدم الالف. لو تلاحظون ذني يعني ما استخدمنا الف بالبويلنج بوينت اليفيشن، لان ليش؟ لان طلعنا احنا اصلا الكتله الموجوده بالالف، فما نحتاج نعوض الالف بالقانون مالتنا، بس هنا أنا راح نعوض الالف لغرض ما صراحه ما قدرت اعرفه اني. المهم، فهذا القانون مال الاوزموتيك بريشر يعني ينحفظ، حفظوه. الموليكيولر ويت يساوي لنا ار تي دبليو 2 على 1000 باي. زين، فبتعويض الارقام طبعا الباي هو مطنياه بالسؤال، كله مطنياه هذني بالسؤال، الباي موجود عندي 0.0138. طبعا الويت مات الدرج راح تطلعونه اللي موجود ب 1000 جرام هالمره، تمام، يعني موجود ب 1 كيلوغرام من السولفنت. زين، اللي هو طبعا 210. هذا على حل ابو المصدر، هو ذنيك اللي حلهن مال الاليفيشن بالبويلنج بوينت والبريشر من كتب القانون، يعني ما كتب نفس القانون مالتي، كتب هذا القانون يشبه هذا مالت الاوزموتيك بريشر، فمن عوض الكتله مالت السوليوت عوض شنو اللي موجوده اصلا بال 500 جرام المطيه بالسؤال نفسه.
اللي هي 105، بس هنا أنا عوض 210. ورغم هذا، رغم انه عوض 210 الموجودة بالالف جرام، الالف بقت، يعني انا برأيي المفروض تنحذف، بس ما ادري ليش، ماكو سبب معين خلاها الالف تبقى. زين، فالمهم طلعت لي الكتلة الموالية هي 411 جرام. فحتى ما تدخون، ولخص الحكي، نقدر نطلع المولكيولر رويت عن طريق اللورنج بالبرشر، وعن طريق الاليفيشن بالبويلنج بوينت، وعن طريق ايضا الاوزموتيك بريشر، عن طريق يعني عده طرق. اني مشيت على طريقه مختلفه عن المصدر مثل ما شفتوا، طلعت المولاليتي، ومن المولاليتي سويت تاني استخرجت المولكيولر ويت. تمام. وشنو القانون اللي استخدمته مالت المولاليتي؟ القانون اللي استخدمته اني اللي هو يقول الكتلة مالت المادة اللي موجودة بألف جرام من السولفنت مقسوما على المولكيولر ويت. تمام. من هذا القانون راح نقدر نطلع المولكيولر ويت. زين، فانت شو تسوي؟ بس مجرد تروح تطلع المولاليتي من اللورنج بالبريشر، وراح تطبق قانون مالتي يطلع لك المولكيولر ويت، وما راح نستخدم الالف هنا. بس ابو المصدر شو مسوي؟ مثل ما قلت لكم، كاتب هذا القانون الطويل. زين، القانون الطويل مالت اللورنج بالبريشر يعني، ومستخدم قيمة الألف. ليش استعمل قيمة الألف؟ لأن الكتلة اللي استخدمها هي 105، فلازم يستعمل الألف. لو مستخدم 210، الألف ما راح يستخدمها. تمام. وبالنسبة للإليفيشن بالبويلنج بوينت نفس الحكي، عن طريق هذا القانون مالتنا اللي هو شو يقول؟ دلتا بي سوينا كي بي ام. راح نطلع منه المولاليتي، ومن المولاليتي راح نكتب القانون مالتي اللي هو يقول الكتلة الموجودة بألف جرام على شنو؟ على الموليكولر ويت. زين، فالكتلة الموجودة بألف هي شقد؟ هي 210، والموليكولر ويت هو المجهول. والمولاليتي انت مين تطلعها؟ لازم تطلعها من الاليفيشن بالبوينج بوينت. تمام. ابو المصدر مستخدم ذاك القانون الطويل. تمام. يعني معوض بدل المولاريتي القانون مالته وحال مباشرة. زين، ومستخدم طبعا قيمة الالف. ليش استعمل قيمة الالف؟ لان الكتلة اللي استعملها ما موجودة بالف جرام، فمن ما موجودة بالف جرام لازم يستعمل الالف هاي، يعني عمود التحويل. والثالث الاوزموتيك بريشر، هو اللي انا ما ادري ليش استعمل الالف هنا، رغم انه عوض 210 هنا على بالسؤال الكتلة اللي عوضها. زين، بس استخدم الف، شنو السبب؟ ما اعرف صراحة. يعني بس حفظوها القانون مالت الاوزموتيك بريشر. تمام. حفظوه، طبقوه، طلعوا منه المولكيولر ويت. وباقي القوانين يعني الفرع الاول والفرع الثاني تقدرون تعتمدون على حله وعلى المصدر وكيفكم. بالنسبة للسؤال اللي هو مال 5 و18، ده يقول a solution of a drug is prepared by dissolving 15 gram in 100 gram of water and is subjected to equal scopic analysis. The boiling point elevation 0.28. Compute the molecular weight of the drug. زين، فايش ده يقول هالسؤال؟ ده يقول عندنا محلول حضرناه بتذويب 15 جرام من فلان دراج ب 100 جرام من الواتر، ومطيني همات البويلنج بوينت اليفيشن اللي هي 0.28، ويريد شنو؟ المولكيولر ويت. زين، فكالعادة احنا شلون نطلع المولكيولر ويت؟ انا على طريقتي اطلع اول شيء المولاليتي من الاليفيشن، منطل مطيني اليفيشن، فاستعمل قانون الاليفيشن حتى اطلع المولاليتي. تمام. بعدين من المولاليتي اكتب القانون الجوكر مالتنا اللي هو راح يطلع لي الموليكولر ويت منه. زين، فهاي هي خطوات الحل. فهسه شوفوا صورة الحل. دلتا تي بي ساوينا كي بي ام. دلتا تي بي هي 0.28، كي بي هاي انتو تحفظوها او هي اوريدي الدكتور نايدر راح تعطيها كي بي او كي اف مالت الواتر، بس انتو من كثر ما راح تحلون اسئلة راح تحفظون ذي القيم مال كي بي وكي اف مالت الواتر. زين. فكي بي موجودة، دلتا تي بي موجودة، تطلع لنا المولاريتي اللي هي 0.55. زين، المولاريتي شو القانون مالتها؟ طبعا هو هذا قانون المولاريتي هو نفسه قانون عدد المولات. ليش؟ لان احنا هاي الكتلة بدنا نطلعها هي اصلا موجودة بألف جرام. تمام. ف
كتلة على الكتلة المولية بالأصل عدد المولات، بس لي أنا هنا أنا همات هاي الكتلة دا أطلع هي موجودة بألف جرام من السولفنت أو 1 كيجي من السولفنت، فراح تكون أيضا قانون للمولاليتي. تمام، فراح نقسم هسه أو نكتب القانون مالتنا العفو هذا، بعدين راح نشوف شنو عندنا. المولاليتي موجودة، الويت ب1 كيجي اوف سولفنت شلون راح نطلعه؟ راح نطلع بكل سهولة مثل ما قلنا، سوي وسطين بالطرفين، قول اذا 15 اذا 15 غرام من الدراج موجودة ب100 جرام، فاذا كان عندي 1000 ايش قد راح يكون عندي من الدراج؟ اكيد راح يطلع الناتج 150، لان كتلة السولفنت تضاعفت 10 أضعاف، فالدراج همات كميته راح تضاعف 10 أضعاف، فيعني 15 في 10 150. بس انتو سووا وسطين بالطرفين حتى تطلعون هاي القيمة. تمام، يبقى عندنا المولكيولار ويت مجهول، فراح نطبق القانون مالتنا، نعوض الأرقام. المولكيولار ويت راح يطلع عندنا 272.6 غرام لكل مول. زين، طبعا هو بالمنظر مطلع 275، يمكن مطبق ذاك القانون، ما ادري شلون طلع 275، يعني مو ذاك الفرق الكبير. وايضا انا قربت من طلعت المولاليتي، قربت يعني زين، طلعت لي 0.55، جربت بدون ما اقرب طلعت لي الناتج، طلع لي بالاخير المولكيولر ويت يعني طلع لي 273، بس ما يخالف، ما نطول، هو قريب على الحلفة ان شاء الله صحيح. طبعا هذا السؤال هو الغرض منه بس مجرد يدوخ الواحد، مختصر الحكي ما له السؤال، مجرد عندنا ماي بإيثيلين جلايكول، خلاص ها هي، هذا ملخص السؤال. زين، هذا يشبه هذا المحلول، مطيني ال شو اسمه الهيت اوف فابورايزيشن اوف ووتر اللي هي 9720، ومطيني المول فراكشن مالت الإيثيلين جلايكول بهذا الماي، زين، اللي هي 0.1239. زين، فهذا ملخص السؤال، مجرد عندنا إيثيلين جلايكول موجود بماي ومطيني الهيت اوف فابورايزيشن والكسر المولي. زين، فالشي يريد هو، زين، يريد نطلع الاليفيشن بالبويلينج بوينت، بس شنو؟ بالفهرنهايت. زين، فشلون راح نطلعها؟ اول شي راح نطلع بالسيليزي، طبعا هم محدد القانون، يريد نستخدم هذا القانون اللي هو يقول الدلتا تي بي يساوي ار تي تي بويلينج بوينت تربيع على دلتا اتش اتش في اللي هي هيت اوف فابورايزيشن. زين، هذا مضروب بالاكس 2، الاكس 2 من هو الكسر المولي. زين، هو الكسر المولي مثل ما تشوفون بالحل، هذا القانون اللي تشوفونه بالحل هو هذا اللي يريد نطبقه، لازم نطبق هذا القانون فرع اي. تمام، فالار مثل ما قلنا، الار دائما من تكون عندنا وحدات جول او طاقه، من يكون عندنا طاقه بالموضوع، يعني دلتا اتش، تمام، من يكون عندنا دلتا اتش في مثلا، او يعني اي طاقه ثانيه، راح نستعمل هاي الار اللي هي 1.987. وبالنسبة للقيمة الثانية اللي هي 0.0812، هذيش نستعملها بقوانين الباي، هذا حسب ما استنتجت انا لحد الان، دا اشوف انه دائما يستعمل هالقيمة بقوانين الطاقة او الجول اللي هي 1.9872. اما ديش الثانية 0.0812 يستخدم ويا الاوزموتيك البريشر. زين، وديش ام 8.314، الله اعلم. زين، بس هو على الاغلب يستخدم ذين القيمتين. المهم، فراح نعوض الار مالتنا تي بويلينج بوينت، طبعا تي بويلينج بوينت ما يحتاج واحد يقول لك اياها، مات الواتر ايش قد هي 100، بس احنا نريد ايش قد طبعا بالكلفن. تمام، فراح يصير 373.15 تربيع على دلتا اتش في اللي هي طبعا 9720، مضروبا كل هذا كله يعني مضروب ب 0.1239 اللي هو الكسر المولي مالت السوليت مالت الإيثيلين جلايكول. طلع عنا الإليفيشن بالبويلنج بوينت 3.53، زين هو يريده بالفهرنهايت، فشلون راح نطلعه؟ طبعا هنا لما راح نروح احنا شو اسمه
هاي 3.53 نروح مباشرة نحولها إلى فهرنهايت، يعني ما راح نطبق عليها القانون مال التحويل مباشرة، لا. وهنا شو نسوي؟ شو نسوي احنا؟ نطلع درجة الووتر، الغليان مالت الووتر الطبيعية يعني بدون أي إضافة بالفهرنهايت، زين؟ اللي هي جيت 100، هاي بالسيليزي، تمام؟ فش راح نسوي هاي المية بالسيليزي؟ راح نحولها إلى فهرنهايت. شلون راح نحولها إلى فهرنهايت؟ طبعا راح هاي المية نضربها بواحد بوينت ثمانية ونقسمها على 32، راح تطلع عنا 212، تمام؟ وراح نروح على الدرجة الثانية اللي هي درجة غليان الماء بعد إضافة المادة. ايش راح نسوي؟ راح نجيب المية سيليزي ونجمع وياها الاليفيشن بالبويلينج بوينت، تمام؟ اللي هي جهد 3.53، فحصل 100 زائدا 3.53 راح يطلع لنا جهد، راح يطلع لنا 103.53، تمام؟ فهاي راح نحولها إلى فهرنهايت، راح نحولها إلى فهرنهايت عن طريق هذا القانون اللي هو يقول طبعا يقول إن هاي الدرجة السيليزية تنضرب بواحد بوينت ثمانية، تمام؟ هذا قانون حفظ تحويل الدرجة السيليزية إلى فهرنهايت، يقول فهرنهايت يساوينا الدرجة السيليزية في واحد بوينت ثمانية تقسيم 32، تمام؟ هذا قانون التحويل مال فهرنهايت إلى سيليزي. فراح نطبق هالقانون، راح تطلع عنا راح تطلع عنا 218.35. فش راح نسوي هسه؟ هسه راح نجي نطرح ال 218 من ال 212 حتى يطلع عنا ال elevation يعني بالفهرنهايت، تمام؟ اللي هو طبعا 6.35، زين. فهذا هو الحل. بس انتبهوا بالنسبة للفهرنهايت، طريقة التحويل ما راح نحول مباشرة هاي السيليزي، ما نحولها مباشرة إلى فهرنهايت، لا. اللي نحولها مباشرة هي أول شيء طبعا درجة الغليان، وبعدين درجة الغليان بعد الإضافة، تمام؟ فدرجة الغليان بالسيليزي كانت شكد 100، راح نحولها إلى فهرنهايت عن طريق القانون مالتنا. وبعدين راح نروح على درجة الغليان بعد إضافة الإيثيلين جلايكول، تمام؟ الى المحلول مالتنا اللي هي طبعا طلعناها 103.53، هاي راح نحولها الى فهرنهايت. شلون راح نحولها؟ عن طريق القانون مالتنا اللي هو يقول فهرنهايت يساوينا الدرجة السيليزية في 1.8 على 32، راح تطلع لنا 218.35 وديش 212، فنطرحها راح يطلع لي 6.35. ولا تنسون بالنسبة للسؤال ملخصة، مجرد ها كله دوخة ما لكم علاقة، هو مجرد عندنا محلول مالت ووتر وبي إثيلين جلايكول، ومطيني الهيت اوف ايفابوريزيشن، ومطيني الكسر المولي، واريد احسب البويلينج بوينت عن طريق هذا القانون موجود بالحل، تمام؟ وبالنسبة للفرع بي ترك، زين، هذا خارجي، فرع بي لا تقرونه. بالنسبة للسؤال 25 دي يقول صورة السؤال فرع A، what is the boiling point rise for 0.437 molar solution of anthracnine in chloroform use equation رقم هلجت موجودة بهلجت. وفرع B مطيني molecular weight ويقول لي استعمل الاكويجن الموجودة بهلجت مثال، او يعني هلجت رقم، زين. زين، شنو هذا القانون اللي موجود ب 552؟ هو القانون اللي يقول دلتا تي بي او البويلنج بوينت اليفيشن اللي نريدها يساوينا كي بي في المولاريتي، زين. هذا القانون الاول. فرع بي يريد نستخدم هذا القانون الطويل اللي يقول دلتا تي بي يساوينا كي بي في الف في دبليو 2 على دبليو 1 في المولكيولر ريت 2، زين. هذا القانون الثاني. فبالقانون الاول نطبق مباشرة كي بي، طبعا مالت من هنا مال الكلوروفورم، راح نستخدمها السولفت هنا عندنا كلوروفورم مو ووتر. ف هاي تعطيها الدكتورة طبعا القيمة هي 3.63، زين. ف والمولاريتي هو مطيني اياها بالسؤال 0.437، حاسب ضربهن يطلع لي الاليفيشن بالبوينينج بوينت مثل ما تشوفون بصورة الحل.
اللي هو طلع لي 1.586 سيليزي. فرع بي كاتب أنا 0.437 مين وي هاف 0.37 مول ان 1 كي جي اوف سولفنت، سو ذا ماس از 0.437 في 178.2 ويساوي لنا 77.86. ده اقول بما انه المولاريتي هالقد، فمعناته عندنا هالقد مولات موجودة بواحد كي جي من السولفنت، وهو مطلع الكتلة المولية بالسؤال زين، وعندي عدد المولات، فاقدر اطلع الكتلة مباشرة من قانون عدد المولات. يفضل طبعا تكتبون القانون مالته اللي هو يقول عدد المولات تساوي الكتلة على الكتلة المولية. الكتلة انا اريدها، والكتلة المولية وطانيها بالسؤال 178.2، وعدد المولات موجود عندي، راح تطلع لي الكتلة مالت الانثراكي زين. هاي الكتلة طبعا وين موجودة؟ هاي موجودة بألف جرام من شنو السولفنت. فانا هسه طلعت شنو كتلة المذاب والمذيب، طلعتهم اثنيناتهم. المذيب هي ألف تمام، لان انا هاي الكتلة طلعتها موجودة بألف جرام، وكتلة المذاب هي طلعناها هسه. فهسه صار عندنا كل شيء جاهز، يعني نقدر نطبق القانون الطويل اللي هو يقول دلتا تي بي يساوي كي بي في ألف في دبليو تو على دبليو وان في الموليكولار ويت. وطبعا هذا رقم اثنين يعني مالت المذاب، وواحد مالت المذيب زين. فالكي بي هي 3.63، الويت 2 هو طلعناه هسه، الويت 1 طلعناه هسه، الموليكولار ويت مطين اياه بالسؤال. عوض الارقام راح يطلع لك الناتج مالت الاليفيشن بالبويلنج بوينت اللي هو 1.586. وهذا هو بالنسبة لحل هالسؤال. بالنسبة لهالسؤال مطينا سولوشن يحتوي على 0.223 جرام من البنزل، بنزين ثاين بنسلين جي، موجودة بألف جرام من البنزين. قال الفريزنج بوينت مالت البنزين هي العفو هذا اللورنج بالفريزنج بوينت زين 0.00124. شلون عرفنا؟ شلون عرفت هاي هي اللورنج؟ من قال بلو زين، دي يقول جوا درجة الانجماد الأصلية مالت البنزين اللي هي 5.5 زين، فمعناته هو هذا الدبريشن. طالب بالأخير what is the molecular weight of the بنزين بنسلين جي، يريد الكتلة المولية مالته. مثل ما تعودنا هذا السؤال كل ساعة نعيده احنا، دائما نستخدم القانون اللي نقدر يعني نستعمله حسب المعطيات، نقدر نعرف فيها قانون نستعمل. فهنا أنا بما مطيني هو freezing point depression، فأكيد حنستعمل قانون مالت freezing point depression اللي هو يقول دلتا تي اف يساوي لنا كي اف في المولاليتي. الكي اف هي 5.12. شوفوا لنا طبعا الصورة مالت الحل، الكي اف مالت البنزين هو 5.12، والدلتا تي اف هو مطيني 0.00124. طلع المولاليتي راح تطلع لي 0.00024 22 رقم تليفون. زين، نطبق القانون هسه مالت المولاليتي مالتنا اللي هو انا سويت ويت على مولكيولار ويت. طبعا الويت هنا أنا طبعا موجود اكيد لازم مثل ما قلنا بواحد كي جي من السولفنت او الف جرام. هو بالسؤال اصلا مطني الكتلة يعني مباشرة دايركت موجودة بالف جرام، فحاخذها نفسها بدون اي تغييرات. والمولكيولار ويت انا اريده، والمولاليتي موجودة عندي زين. ف عن طريق الخطوات الرياضية المولكيولار ويت راح يطلع لنا 918 على الحل مالتي جرام لكل مول، هو بالمصدر مطلعه 919، فالفرق هو بالتقريب بس زين. فهذا هو بالنسبة للحل. بالنسبة لهالسؤال اللي هو 522، طبعا هو نفس مثال 5.14 بس بالمصدر النسخة الحديثة زين. انا اخذت السؤال من النسخة الحديثة، لان بالنسخة القديمة السؤال مخربط ومو كلش واضح، فهنا أنا كلش واضح السؤال وأحسن بألف مرة يعني. المهم السؤال هذا بثلاث مطالب، أول مطلب يريد الفريزنج بوينت، ثاني مطلب يريد نحسب الأوزموتيك بريشر مالت السولوشن بالسنتيم تمام، يعني سنتيمتر أوف سولوشن مو أوف زئبق زين. هذا المطلب الثاني.
المطلب الثالث شرحيه، انا راح اتركه هذا المطلب ما لي علاقه به، راح اركز على المطلب الاول اللي هو اي وبي. زين خلونا نروح هسه على السؤال نقرا اكثر. يعني ادي يقول فرع اي كومبيوت ذا فريزنج بوينت ديبريشن اوف 1 جرام اوف ميثيل سيلولوز مولكيولار ويت هل جيت ديسولف ات ان 100 جرام اوف ووتر كالعاده. يعني هذا المعتاد، اريد الديبريشن بالفريزنج بوينت، بتعطيني كتله وكتله موليه وايضا كتله المذيب. ف حتى نطلعها ايش نحتاج؟ نحتاج الكي اف، كي اف مات الواتر، يعني انا حافظها اصلا هي 1.86. زين بعد شنو نحتاج؟ المولاريتي. شلون راح نطلع المولاريتي؟ من القانون الجوكر مالتنا اللي هو يقول شنو هالقانون مالتنا. يقول الكتله اللي موجوده مالت المذهب اللي موجوده ب 1000 كيلو عفوا 1000 غرام من المذيب او السولفنت مالتنا مقسوما على المولكيولر ويت. زين فشلون راح نطلع الكتله الموجوده ب 1000 غرام من السولفنت؟ بكل بساطه راح اسوي وسطا بالطرفين، نقول اذا 1 غرام موجود ب 100 من الواتر، اذا كان عندي 1000 غرام الواتر فجهد راح يكون عندي من المذاب، واكيد راح الكميه راح تكون جهد 10 غرام. زين لان راح تضاعف كميه المذيب 10 اضعاف، فاكيد المذاب همات راح يضاعف 10 اضعاف، حيصير 10 غرام. زين هاي 10 غرام قسمها على 26,000، راح تطلع لنا 0.0 المولات، يعني 0.004 مولر. زين راح نطبق بعدين قانونات الدلتا تي اف، اذا تشوفون يعني بورقة الحل بصورة الحل عفوا الدلتا تي اف تساوي لنا شنو؟ كي اف في ام. زين الكي اف هي 1.86 وهذا طلعناه هسه، راح تطلع لنا الدبريشن بالفريزنج بوينت 0.007 سيليزي. المطلب الثاني ايش يريد؟ يريد الاوزموتيك بريشر مات الاوزموتيك بريشر بشنو؟ بوحدات سنتيمتر اوف سولوشن. زين انا شلون راح اطلعها؟ اول شيء انا احتاج اطلع البريشر بالاي تي ام، بعدين الاي تي ام احوله للملي ملي متر بالزئبق. زين بعدين هذا بالزئبق راح يتحول الى مات سولوشن عن طريق طبعا العلاقه اللي معطينيها بالسؤال. اذا تلاحظون هسه بصوره السؤال معطيني كثافه الزئبق وكثافه السولوشن، فهاي راح استفاد منها اني باستخراج او بتحويل اللي ملي متر زئبق الى ملي متر سولوشن عن طريق ضرب الكميه اللي راح اطلعها اني مالت الملي متر زئبق بهاي النسبه. تمام نضرب بالنسبه بالملي متر من الزئبق راح يطلع لي شنو؟ راح يطلع لي ملي متر من السولوشن بريشر. تمام بعدين راح نطلع السنتيم بكل سهوله. فاول شيء راح نطلع هسه نروح على خلينا نروح هسه على ورقه الحل. راح نروح وين؟ نروح على الاوزموتيك بريشر، نطلعه بشنو؟ بوحده الاي تي ام بالبدايه. شنو القانون طبعا مالتنا مال مورس؟ المورس يقول ار تي ام، الار مثل ما قلنا 0.0821، التي موجوده اللي هي مالت 20 سيليزين حولها كلفن، والمولاريتي طلعناها فنضربها راح يطلع لي 0.0096 شنو؟ اي تي ام. زين حتى نحول من اي تي ام الى ملي متر زئبق شو نسوي؟ راح الضغط اللي طلعنا بالاي تي ام نضربه ب 760 حتى يتحول الى ملي متر اتش جي. بعدين ايش راح نسوي؟ حتى نحول ملي متر اتش جي الى ملي متر سولوشن نضرب هذا الناتج اللي طلع لنا بالنسبه. تمام يا يعني النسبه هاي مال كثافه الزئبق على كثافة السولوشن. زين كثافة الزئبق هو مطيني 13.5462، والكثافة مالت السولوشن قال يعتبرها 1. تمام ومنها انا طلعت المليمتر مال الزئبق، فراح اضربهم راح يطلع لي شنو؟ راح يطلع لي الضغط بوحدات مليمتر من السولوشن اللي هي 98.8. تمام فمليمتر راح احولها للسنتيم بكل بساطة. شو راح نسوي؟ راح نقسم على 10. تمام راح نقسم على 10 يعني، وراح يطلع لي بالسنتيم، فراح يصير جهد عندنا 9.9 سنتيم
solution، وهذا هو بالنسبة لحل هالسؤال يعني. وفرع سي قلنا راح نتركه. بالنسبة لهالسؤال سؤال كلش بسيط ما أبي شي، مجرد يريد قيمة ال KF وال KB. زين، المطلب الأول يريد ال KF مالت البنزين، والثاني دي يريد ال KB مالت الفينول. فاثنينهم نفس القانون، فأنا بس حليت واحد منهم والثاني هو نفس الشي يعني، بس اللهم الفرق واحد KF واحد KB يعني، والفرق بس بالرموز اللي هو تقريبا يعني نفس الشيء، ماكو فرق. فالمهم انا حلت الفرع الاول مالت الكي اف. الفرع الاول جدي يقول بالسؤال calculate the kinetic constant of بنزين، مطين الهيت فيوجن ومطين ميلتك بوينت ومطين مولكيولر ويت. زين، طبعا الهيت اوف فيوجن هي دلتا اتش اف، تمام، هي 2360. الميلتك بوينت اوف بنزين هي نفسها الفيوجن بوينت اوف بنزين، تمام، لان هاي النقطة هي نقطة استقرار، يعني هي نقطة تحول المادة بين السائل والصلب، تمام. فهاي الدرجة هي تعتبر ميلتينج وهي تعتبر ايضا فيوجن، تمام، لان اذا زيت انا يعني اذا عبرت هاي الحرارة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ميلتينج. اذا بديت انزل عن هالدرجة راح يصير عندي فريزنج او فيوجن يعني. فالمهم هاي الدرجة هي درجة يعني مثل التحولية، تمام، درجة بين حالتين، فهي ميلتينج وهي همات فريزنج او فيوجن. زين، ومطينها همات الموليكيولار ويت. زين، ايه القانون راح نستخدمه؟ وما عندنا غير قانون واحد حتى يعني نستفاد من هالقيمة مال دلتا اتش اف، اللي هو طبعا يقول ار تي اف، العفو، كي اف يساوي هنا ار تي اف تربيع. هاي تي اف تربيع هي درجة الانجماد او يعني الفيوجن مالت البنزين تربيع في المولكيولار ويت مالته على الف في دلتا اتش اف، تمام. فالار جيت قلنا دائما ار من عندنا وحدات طاقة، ومن هنا الطاقة عندنا دلتا اتش اف هي تعتبر وحدات طاقة، تمام. فراح نستخدم الار ام 1.9872. التي قلنا هاي درجة الانصهار هي نفس درجة الانجماد، فطبعا لو نحولها كلفن حصل 278.65 تربيع مضروب بالموليكولار ويت مالت البنزين اللي هي 78.11. هذا كله راح يتقسم على الف مضروب بالدلتا اتش اف اللي هي شقد 2360. ف بالحاسبة راح يطلع لنا الكي اف شقد 5.10، تمام. وهذا هو بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني ما يحتاج حله، هو نفس الشيء، اللهم بدل كي اف حط كي بي، وبدل تي اف حط تي بي، وبدل دلتا اتش اف حط دلتا اتش بي أظن. زين، فما يحتاج نحله، نحل فرع واحد كافي. بالنسبة لهالسؤال ده يريد همات الفريزنج بوينت ديبريشن، بس شنو هالمرة التركيز شو مطيني؟ مطيني تركيز مئوي، مطيني 0.2 موجود بمية جرام من الووتر، تمام. ف يريد الدبريشن بوينت، الدبريشن بالفريزنج بوينت. شلون راح نطلع الدبريشن بالفريزنج بوينت؟ كي اف في الام المولاريتي. زين، احنا نحتاج بس المولاريتي، معناته الكي اف هي تعطيها الدكتور اللي هي 1.86. بالنسبة للمولاليتي شلون راح نطلعها؟ بالقانون الجوكر مالتنا اللي هو ويت على موليكولار ويت. طبعا انتو ما تكتبون بس ويت، اذا تريد تستعمل هذا القانون تقول ويت اوف سوليوت، او تكتب اسم المادة يعني نفسها ان الف جرام اوف سولفنت، او اذا تريد تكتب يعني اسم السولفنت نفسه اللي هو هنا عندنا منه الووتر. زين، ف ايش قد راح يكون عندنا الوزن؟ اول شيء لازم احنا نطلع قبل نطلع بعد القانون، يعني من تكتب القانون تطلع الويت هذا، او اذا تريد يعني قبل القانون مثلا تطلع الويت، يعني انتم بعد كيفكم انتم ترتيباتكم يعني. المهم فانت تطلع لي الويت الموجود بالالف سولفنت، تمام. فهو مطيني 0.2 موجود ب 100 ب 100 مل، العفو 100 مل من الواتر، هي يعني 100 جرام من السولفنت يعني مات الواتر. زين، فبالالف ايش قد؟ اكيد راح يكون 10 اضعاف، راح يصير عندي 2. انتو سوا وسطين بالطرفين حتى يعني يطلع لكم الناتج بشكل مضبوط يعني،
وأكثر منطقي يعني وأحسن. تمام، استعملوا وسطين بالطرفين، قولوا 0.2 موجود بالمية، إذا كان عندي 1000 فايش قد راح يكون عندي؟ راح يطلع أكيد 2. تمام، فبعدين راح نطبق قانون مولاريتي الويت على المولكيولا ويت، 2 على 180 هو 0.01. بعدين بعد ما طلعنا المولاريتي راح نيجي نطبق قانون دلتا تي اف اللي هو كي اف في ام، كي اف 1.86، المولاريتي هي 0.01، راح يطلع لنا الفريزنج بوينت ديبريشن اللي هي 0.02 سيليزي. وهذا هو سؤال كلش بسيط. طبعا هذا من الأسئلة المهمة رقم 26، وأني صراحة أرشح هذا السؤال يجيكم، يعني أرشح هيك نوع من الأسئلة راح تجي بالنانا إلكترولايت، لأن هو سؤال فهمي ويحتاج لهم معرفة بالقوانين، فاحتمال كبير يعني أنا برأيي أشوف راح يجي هيك السؤال. ف يعني هالسؤال ضروري يعني تعرفون الحل مالته وتفهمونه زين، كلش مهم هالسؤال لأنهم سؤال فهمي وهم تحفظه بنفس الوقت زين. حفظي لان تحتاج قوانين تطبقه، وفهمي لان تحتاج بعض الامور لازم انت تكون فاهم الموضوع وفاهم السؤال ايش قاعد يقول اصلا زين. فخلنا نجي نشرح السؤال. دي يقول هالسؤال انه عندنا ليكويد مالت السيارة زين، فيقول احنا نريد هذا الليكويد ما يتجمد حتى يصل الى درجة -20 فهرنهايت زين، يعني وندري انه المحلول مالت الكولر مالت السيارة وشنو عبارة عن ليكويد مي زين، فدرجة الانجماد الأصلية مالت الماي هي شقد؟ هي 0. فدي يقول شقد أحتاج أضيف من الإثيلين جلايكول حتى تصل درجة الانجماد إلى 20 -20 فهرنهايت. طبعا الصفر السيليزي يساوي لي 32 زين، -32 فهرنهايت. فشقد أحتاج أضيف من الإثيلين جلايكول حتى تصل درجة الانجماد مالته الى -20 فهرنهايت؟ تمام، والتركيز شي يريدها ما تريده اعبر عنه بالجرام بير 100 جرام اوف ووتر زين، اللي هو مات الكولر. المهم فانا حتى اطلع هاي الكتلة، حتى اطلع كتلة شو احتاج؟ يعني احتاج اطبق قانون عدد المولات هنا زين. عدد قانون عدد المولات شو يقول عندنا؟ يقول عندنا الكتلة على الكتلة الموالية. تمام زين، بس انا اول شي لازم اعرف اشقد هاي عدد المولات لازم اللي تسوي لي هذا الدرجة مال الانجماد زين، شنو عدد المولات اللي راح يسوي لي هاي الدرجة مال الانجماد اللي هي 20 زين. فهذا مين راح اطلع عدد المولات؟ راح اطلعه من قانون الدلتا تي اف. تمام، الدلتا تي اف اللي هو يسوي لك كي اف ام. تمام، الدلتا تي اف هي شقد؟ هنا راح نطلعها شقد برايكم الدلتا تي اف؟ طبعا اول شي لازم نحولها للسيليزي، الفهرنهايت هاي راح نحولها الى السيليزي، فراح تطلع لنا -28.89. تمام، فالدلتا تي اف يعني شقد نزلناها؟ نزلناها 28 درجة تحت الصفر زين. هذا هو مقدار الدلتا تي اف، لانه درجة الانجماد هي مالت الماي شقد؟ 0. تمام، وانا اريد انزلها -28، فالفرق راح يكون 28 درجة سيليزية. فالمولاريتي اللي راح اطلعها عند هذا الدلتا تي اف هو راح اقدر منه اطلع عدد المولات اللي راح تسوي لي هاي درجة الانجماد زين، ومن عدد المولات راح اطلع عدد الغرامات زين. فهسه راح نطبق القانون مالتنا مال دلتا تي اف في سنة كي اف ام. الدلتا تي اف طلعناها مثل ما تشوفون بالصورة مالت الحال هي 28.89، الكي اف مالت الواتر هي 1.86، والمولاليتي فراح تبقى بس المولاليتي مجهولة، فنقسم 28.89 على 1.89 راح تطلع لنا المولاليتي اللي 15.52 زين. ومثل ما قلت لكم احنا لازم نطلع مو اي مولاليتي، نطلع المولاليتي اللي راح يسوي لي هذا التغير. تمام، التغير اللي يريده هو اللي هو ايش قد راد تغير؟ راد 28 ننزله، فنطلع المولاليتي حتى تنزلنا هاي الدرجة عن طريق القانون مال دلتا تي اف، مو اي مولاليتي نطلعها زين، لازم نطلع هاي المولاليتي تسوي لي هذا الدبريشن زين.
حتى يصير حلنا يعني مضبوط ومثل ما يريد هو بالسؤال. المهم فهسه بما انه طلعنا احنا المولاليتي، هسه احنا شو نريد؟ نريد نطلع التركيز، التركيز او اللي هو عدد الغرامات بال 100 جرام. بس قبلها انا احتاج هسه عندي مولاليتي، اريد اطلع عدد المولات، حتى من المولات اروح اطلع الجرامات. زين هسه هي شنو المولاليتي؟ المولاليتي هي مولز بير 1 كي جي اوف ليكويد. زين فانا ايش قد طلعت؟ 15.52 مول بير 1000 جرام. زين فاني سويت فد حركة، قلت انا ليش اروح اطبق عدد المولات، تمام، عدد المولات اللي موجود بألف جرام، وبعدين راح اطلع منها عدد المولات عدد الغرامات، هاي حتطلع لي عدد الغرامات اللي موجودة بألف جرام. قلت ليش؟ خب مباشرة انا من قانون عدد المولات يطلع لي عدد الغرامات اللي موجودة بمية. زين فش احتاج اني؟ احتاج اطلع عدد المولات اللي موجودة بمية جرام مو بألف جرام. زين فراح نسوي وسط في الطرفين، راح يطلع لي راح يطلع لي عدد المولات اللي موجودة هالمرة بمية جرام من الليكويد مالتي، حتى مباشرة من قانون عدد المولات يطلع عدد الغرامات اللي موجودة بمية جرام من الليكويد. تقدرون يعني عادي مباشرة تطبقون قانون عدد المولات بدون ما تسوي وسطين بالطرفين، بس راح تطلع لكم شنو الكتلة اللي موجودة بألف جرام من الووتر، فتحتاج هم ترجع نسوي وسطين بالطرفين حتى تطلعون الكتلة الموجودة بمية جرام. فأني سويت العكس، انه طلعت عدد المولات اللي موجودة اصلا بمية جرام مو بألف جرام. زين مثل ما تشوفون سوينا وسطين بالطرفين، طلع لي 1.552 مول لكل 100 جرام. فسرح نطبق قانون المولات اللي هو يقول ويت على الموليكيولر ويت. الويت هو انا اللي اريده، والموليكيولر ويت مطيني اياه بالسؤال، والمول انا موجود عندي. زين فراح يطلع لي الويت 96.32 جرام. مثل ما قلنا هاي الكتلة موجودة بشكل، هي الموجودة in each جرام، وهو هذا اللي اريده. زين فانا هحتاج 96.32 جرام بكل 100 جرام من الووتر، حتى شنو؟ حتى تنزل عندي درجة الانجماد الى السالب 20 فهرنهايت يعني. بس الفكرة انه بهالسؤال انه احنا من دا نطلع المولاليتي، من دا نطلع المولات، من دا نطلع يعني اي مطلوب، لازم نطلع عند الشيء اللي راح يحقق لي، اللي راح يحقق لي هذا النزول بدرجة الانجماد. زين مثل ما تشوفون انا طلعت المولاليتي اللي تحقق لي هذا الدبريشن اللي يريده هو بالضبط. زين فهذا هو اهم شيء بالسؤال، وهي هاي فكرة السؤال، انه انت ما تريد تحسب فد شيء معين يعني، من تريد يعني بدنا نحسب المولاليتي، لازم نحسبها بحيث تحقق لي هذا الدبريشن. مو اجي والله على مثلا دبريشن 25 وهو الدبريشن 28. زين انا نزلت 28 درجة، هو يريد يعني، هو يريد اطلع المولاليتي عند دبريشن 28، مو اجي والله انا اطلع المولاليتي عند دبريشن 25 لو 23 واكمل حل، لا راح يطلع غلط، راح يطلع غلط الناتج بالاخير، لان هو دا يريد اني اريد اطلع الكمية عند يعني من يصير عند دبريشن 28 درجة مو 25 ولا 24. فها هي فكرة السؤال، انه لازم تعرف انت ايش صار عندك دبريشن، من راح تعرف ايش صار عندك دبريشن بالفريزنج بوينت راح تطلع عندها المولاليتي، تمام، ومن المولاليتي راح تطلع عدد الغرامات. زين او عفوا حطلع المولات بعدين عدد الغرامات، وهيك راح ينحل السؤال. فهذا هو كل ما بالسؤال، انه مجرد تعرف الدبريشن ايش قد نزل عندك الدبريشن بالفريزنج بوينت تطلع عند المولاليتي، مو عند اي دبريشن تطلع، لازم الدبريشن اللي هو رايده اللي هو طبعا 28.89 بهالسؤال، ونكمل حل طبيعي. بالنسبة لهالسؤال اللي هو طبعا 5 و 5 28، بس هاي بالنسخة القديمة اللي مات الدكتورة، بالنسخة الحديثة هاي السؤال هو رقم 5 19. المهم هالسؤال دا يريد نحسب الأوزموتيك بريشر، بس بيا قانون بقانون فانتوف اللي هو يقول الأوزموتيك بريشر يساوينا CRTI.
طبعا هاي الآي قيمتها بالالكترولايت هي دائما واحد، بس بالالكترولايت راح تختلف. زين، فهاي أول ملاحظة. بالنسبة للباقي الأشياء المطلوب منا بالقانون، السي شي يمثل لي الكونسنتريشن المولاري، التركيز المولاري. زين، وعندنا الآر هو 0.0821، والتي هي درجة بالكلفن. بالسؤال ايش مطيني؟ مطيني مالت اليوريا العدد الغرامات 0.3 بكل 50 مول. زين، فأنا سويت بالحل إذا تشوفون حتى دا أحسب التركيز المولاري، طلعت الغرامات اللي موجودة بشكيت بألف مول أول شي. زين، حتى نطبق القانون الجوكر مالتنا. المهم طلعت عدد الغرامات اللي موجودة بالألف مول اللي هي 6 غرام لكل 1000 مول من الواتر. زين، بعدين ايش راح اسوي؟ راح اجي احسب التركيز المولاري بالقانون الجوكر مالتنا، اللي هو طبعا شو يقول؟ تذكرون ذاك القانون مالت المولاريتي الجوكر؟ كان يقول مال المولاريتي، كان يقول الويت مالت المادة اللي موجود بألف جرام من السولفنت او 1 كيجي. هنا أنا بدل 1000 جرام من السولفنت او 1 كيجي راح يكون 1000 مل من السولفنت او 1 كي او 1 لتر من هزين. فانا اصلا اوريدي حسبته 6 غرام لكل 1000 مل، تمام، على المولكيولر ويت. فهذا هو قانون جوكر مات الكونسنتريشن، هو قانون تركيز المولار، وايضا هو نفس عدد المولات. زين، فالويت ايش جت؟ ستة موجودة هاي ايش جت؟ ب1000 مل مثل ما قلنا، 1 لتر. نقسمها على المولكيولر ويت، المولكيولر ويت هو 60 بالسؤال من الطنية، حيطلع لي 0.1 مولاري، او يعني عندي 0.1 مول بير ليتر. زين، فطلعت التركيز المولاري، الار معروفة، التي هي 20 بالسيليزي حولها كلفن، والاي قيمة تشيل هنا أنا 1 لان الالكترولايت اليوريا. زين، فراح اجي احط قيمهن، السي 0.1 وذاك 0.0821 والتي 293.15 والاي قيمته 1، فراح يطلع لي الناتج 2.404 اي تي ام، وهو هذا الضغط الاوزمازي اللي يريده هو بالسؤال. طبعا بالنسبة لهالسؤال هو ان شاء الله سؤال بسيط، بس مجرد تعرف الفكرة مالته، هي مال فكرة بسيطة ما بيه شيء ينحل بكل سهولة. زين، شنو هالسؤال دي يقول؟ مطل الفريزنج بوينت مالت البلاد اللي هي سالب 0.52، ودي يريد مني الاوزموتيكال بريشر، وايضا الدبريشن بالبريشر. زين، فشو راح نطلع عندنا؟ انا هو مطيني بس الفريزنج بوينت مالت البلاد. زين، هو البلاد شنو؟ هو البلاد هو عبارة عن واتر سولوشن او الكترولايت سولوشن، وهم بينون الكترولايت. المهم فالواتر درجة الانجماد مالته الطبيعية ايش قد هي؟ البيور، يعني الواتر البيور هي 0، بس بالبلود شيف او بالواتر مالت البلود يعني شيف اكو سوليوت، راح يصير عندي ديبريشن بالفريزنج بوينت. زين، فصارت عندي الدرجة ايش قد؟ سالب 0.52. فالديبريشن اللي صار ايش قد؟ اذا تشوفون ورقة الحل او صورة مالت الحل، راح يطلع انه 0 ناقصا سالب 0.52، فالسالب ويا السالب موجب، فراح يصير عندي الدبريشن بالفريزنج بوينت 0.52. زين، فاطبق القانون مال الدبريشن بالفريزنج بوينت اللي هو يقول دلتا تي اف يساوي ان كي اف ام، دلتا تي اف موجوده، كي اف موجوده، اقدر اطلع المولاريتي، حتى من المولاريتي اطلع الاوزموتيك بريشر، وايضا اطلع الدبريشن بالفيبر بريشر. زين، فطلعنا المولاريتي من قانون دلتا تي اف، طلعت لي شيء 0.28 مولار. نروح هسه نطلع الاوزموتيك بريشر، الاوزموتيك بريشر يقول ار تي ام، الار هي 0.0821، التي هي 25 سيليزي حول كلفن، والمولاريتي هسه طلعناها فنضربهم يطلع لي 6.84 اي تي ام. زين، هاي اول مطلب انحل. زين، المطلب الثاني شي يريد الدبريشن بالفيبر بريشر. زين، فانا شلون راح اطلعه؟ اكو قانون يقول دلتا بي على بي بيور اوف ووتر يساوي 0.018 مولال. زين، فالبيور هذا المفروض الدكتوره تعطينا يعني الضغط البيور بالسؤال، المفروض يعني يعطينا السؤال البريشر يعني مالت البيور ووتر بالحراره المعينه. زين، وقاسوها، وطبعا لقيت اني البريشر بالمصدر، البريشر
بهالحرارة مالت 25 سيليزي و 23.756 اي تي ام. زين، والمولاليتي موجودة عندنا ولها قيمة ثابتة 0.018 موجود، فمن بقي عندنا مجهول بس الدلتا بي. فحاصل ضرب 0.05 بالبيور ووتر بالبرو يعني بيور بريشر اوف ووتر بهالحرارة، راح يطلع لي الدبريشن بالفيبر بريشر او اللورنج بالفيبر بريشر. زين، فحيطلع الناتج عندي 0.12 اي تي ام، وهذا هو بالنسبة للحل.